بمناسبة الشهر الوردي، بازار خيري بعنوان الفرح بيجمعنا في مسبح الباسل باللاذقية، بمشاركة عدد من الجمعيات الخيرية والفعاليات المحلية والمجتمعية دعما لمرضى السرطان وتقديم المساعدة لهم. نحن بهالشهر هذا شهر يسمى شهر الوردي لكل المساهمات اللي بتصير فيه من كل الجمعيات الأهلية والمحلية بالمحافظات، بيقوم ريعه كله بيعملوا مزادات خيرية وبازارات خيرية كلها بتعود ريعه كلها لهالجمعيات، جمعية سورية لرعاية سرطان الثدي. طبعا نحن هون دعمنا كمان المشاريع الصغيرة، كل الشباب والصبايا اللي عندهم مشاريع صغيرة، هاند ميد، لوحات، رسمات، كتب، أي شيء. نحن كمان فتحنا المجال أنه هنا يعرضوا منتجاتهم وأشغالهم ضمن هذه الفعالية. مشاركات متنوعة تتوزع بين الأعمال اليدوية للجمعيات المشاركة والمشاريع الفردية الصغيرة. أنا مشاركة بأعمال ريزين وكونكريت، هي أشغال يدوية كهواية أكيد، هدول بالنسبة لي لا اختصاصي الأول الأهم. وجمعية سورية بتقدم المامو والإيكو بأسعار رمزية. ونحن دائما أي نشاط بيصير مع الجمعية السورية لدعم أورام الثدي بنكون عم نشارك معهم، وخاصة أنه نحن في جزء من الشيء اللي بنعمله بالجمعية هو للسيدات المصابات بالسرطان. حبيت شارك بالبازار هيدا لدعم مرضى السرطان، وبالوقت نفسه هي فرصة لنا لنوسع عملنا ويوصل شغلنا لأكبر شريحة. اليوم نحن مشتركين لندعم مرضى السرطان بالجمعية ونفيدهم، وأنا مشتركة بأكسسوارات وبعطورات وميك اب، أشياء للصبايا، ومشتركة كمان لأعرف عن يعني تجارتي وهيك. عندي مشروعي الخاص هو اكسسوار وجزادين هاند ميد، ومشاركة فيه بهذا الكرمس لحتى نفيد المجتمع بشكل عام، ولحتى كمان نكون عم نقدم شيء بسيط لمرضى سرطان الثدي. جمعية كتير بتقدم لنا شغلات حلوة، الإيكو، المامو، تحاليل، بيعملوا لنا مهرجانات، وهلأ مشاركين بالمهرجان. يشكل البازار الخيري فرصة للتعريف بمنتجات الجمعيات الخيرية والمشاركين بمختلف الحرف والمهن، كما أن ريعه يعود إلى الجمعية السورية الخيرية التي تعنى بمرضى أورام الثدي.